السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في حصتكم وشن طيب. اليوم كما عودتكم دائما وصفات إن شاء الله تنال إعجابكم وإن شاء الله هنكونوا خفاف عليكم كذلك. وصفتين اختارتهم لكم اليوم، غراتان تاع البسباس لأنه راهو الموسم تاع البسباس ونعرفوا أنه البسباس صحي جدا، وكثير كثير من أمهات يقول لك أنا عندي مشكل في البسباس أولادي ما يأكله ليش، لكن جبت لكم بواحد الطريقة جد رائعة عبارة على غراتان. وصفة لاموس وشوكولا اللي طلبتوها مني، الوصفة الكلاسيكية الأصلية راهي حاضرة معنا إن شاء الله اليوم، ما عليكم غير تبعوا معايا هذه الحصة حتى نهاية البرنامج. نبدأ ونشوفوا مقادير وصفة الغراتان تاعنا اليوم. الغراتان اللي راح نحضره لكم كما قلت لكم بالبسباس. إذا البسباس تاعي كما راكم تشوفوا، شوفوا واش درت له، راح غسلته كامل، نقيته وقطعناه شرائح بهذا الشكل، يعني قطعناه صغير وفورته، ما حبيتش نغليه وانما فورته احسن باش البسباس يخلي القيمه الغذائيه تاعو، لانه كي نطيبو في الماء راح يضيع لي يعني القيمه الغذائيه تاعو، وانما انا اخترت انه نفوره. هذه بالنسبه للبسباس. بالنسبه للمقادير اللي راح تكون معنا، عندي هنايا لو بلوند بولي ولا لا فيوند اشي ولا شاورما اشي، واش عندك سيدتي؟ لكن فقط ملاحظه حبيت نقولها لك سيدتي، كي تروحي عند لا بولونجري عفوا عند البوشي، احسن انه كي تشري الفيونداشي راهو باين يعني كيما يقولوا، لانه علاش راح يقطع لك من الخروف مباشره، لكن لو بلوند بولي ولا شاورما دائما سيدتي من المستحسن انك تغسليه. وحنا الدجاج في المنزل يعني ما نطيبوش به حتى وين نغسلوه بالملح والخل، اذا حذاري ثم حذاري. لو بلوند بولي تاعي ولا شاورما اشي تاعي لازم نشريه نغسله انايا في المنزل ونرحيه، ولا ندوموندي من البوشي مباشرة يغسله لك، على الأقل يغسله لك بالخل ولا بالملح. هذه بالنسبة حوالي هنايا 150 غرام. عندي هنا بصلة مقطعة عشوائي بهذا الشكل، عندي هنا ربطة كبيرة تاع معدنوس لأنه هذا الكغاتا يحب معدنوس مقطع صغير. هنا الثوم، نحتاج الثوم، نحتاج الزبدة، وعندي هنايا كركم، زنجبيل، فلفل كحل، زعتر، ونحتاج كذلك الملح. بالنسبه للكريمه اللي راح نرافق بها الغراتان، حنا جينيرالمون الغراتان كامل كي تسمع ان غراتان نروحو ديراكتومون لازم نحضر لاصوص بيشاميل، لا، ولكن لا بيشاميل عندها وين لازم نديرها، وعندنا دي صوص واحد اخرين وين نقدروا نحضروا بهم بمثل هذا النوع تاع الغراتان. اذا الصوص تاعي راح نحضرها سي لا كريم بريز سالي ولا لاباغاي، هدية راح نحضرها. وش فيها؟ عندي هنايا كاس ونص تاع الحليب، نحتاج نص كاس تاع لاكخام ليكيد. هنا تقدري تستغني عليها سيداتي، حبيتي ديري لاكخام ليكيد، ما حبيتيش تقدري ديري ان بو عفوا تاع الفخوماج ريجيم، تقدري تضيفي يعني اللي ما تحبش لاكخام ليكيد. اذا قلنا كاس ونص تاع الحليب، نص كاس تاع لاكخام فخيش، فوالا. عندي هنا زوج حبات تاع البيض، عندي هنايا جبن شرائح تقدري تستغني عليه، وعندي جبن شيدار اللي راح يعني نحطه كامل في الغراتان تاعي. اذا مباشره واش ندير؟ حنشعل على لا مغني تاعي، عفوا، بسم الله. اذا بسم الله نبداو الحاجه الاولى، نحط دائما الزبده تاعي، وكما قلت لكم وين تكون اللحم المفروم ولا لا فيونداشي ولا هادو لي فيوند اللي يديروا لنا مشكل تاع انتوكسيكاسيون ولا التسمم. اذا دائما اللحم تاعي، لانه اللحم تكون فيه بكتيريا، لا بكتيريا هذه يعني اللي هي اللي تدير لي المشكل تاع التسمم، خاصه كي تكون الكميه كبيره تاع اللحم. كي تكون كميه كبيره تاع اللحم لازم اللحم تاعي في نفس الوقت لازم لي نرحيه، ما نجيبوش ونخليه يبات في الدار، وان الى بات خلاص سيدتي لازم ترميه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كذلك، اللحم مفروم ما يتكونجلاش سيدتي، انه اكيد كونجلا تعاودي طيبي به واش يصرى راح يعني يكون سام شويه. اذا واش نديرو؟ الحاجه الاولى واش نديروها، انه اللحم تاعي المفروم كما قلت لك دائما لازم في المنزل سيدتي اللي ترحيه، ولا تقولي البوشي تاعك يغسل لك هذاك لو بلوند بولي ولا شاورما اشي، باش يكون لي برودوي تاعك يكونوا دي برودوي سان. اذا حاجه هذه رقم 2. رقم 3، احنا اللحم تاعي اولا
هي الحاجة الأولى اللي نبدأ بيها في اللحم المفروم لازم نطيبه جيدا، لازم يطيب، ما نديرش اللحم مع البصل وإنما اللحم مفروم نديره وحده، نحمسه جيدا وكما يقولوا لازم يطيب هكذا باش إلا وين كانت فيه إلا وين كانت فيه بكتيريا ما نخافش راح يعني السخانة راح تقضي عليها. إذا نحمس جيدا اللحم تاعي، لازم اللحم تاعي يطيب بيان، كي يطيب مليح اللحم تاعي راح نضيف عليه البصل ونضيف عليه التوابل. بالنسبة للبسبس تاعي واش درت له؟ البسبس تاعي انا فورته كما قلت لك سيدتي، غسلته قطعته كامل رقيق وفورته، احسن تفوريه خير من ما تغليه، لانه كاين عدة انواع تاع لي غراتان تاع البسباس، كاين غراتان تاع البسباس صوص بيضة، كاين طاجين البسباس بالحميصة والجاج صوص بلانش، كاين كذلك بسباس مع بطاطا مقلية غراتان في الفوق، كاين بسباس كذلك تقليه، دي طخونش تاع البسباس تقليهم وديريهم بلي فخيت والزيت ولا فيونداشي، هادو يعني عدة بسباس تقدري تحضري به عدة أنواع، لكن أنا جبت لكم هذا الغراتان صحي جدا، قلنا وين البسباس لازم يتفور، خاصة لمحبي البسباس. من هذا تكون عندك عرضة ولا مثلا ديري كيما يقولوا الحوت، فوالا عندك حوت ديري اسبادون ولا لادوغاد ولا في الفوق، تقدري ترافقيها بهذا الغراتان تاع البسباس. اذا نحمس فوالا، انا لو طون فاش يتحمس اللحم تاعي نروح نحضر الكريمه ديالنا، نجيب لو بول تاعنا، لازم لي ان بول يكون صغير بهذا الشكل. فوالا عندي قلنا كاس ونص تاع الحليب، بسم الله، هنا نضيف عليه لا كريم ليكيد تاعي، كيما قلت لك سيداتي هنايا لا كريم ليكيد الا ما حبيتيش ديري لا كريم ليكيد تقدري تستغني عليها، ديري بو تاع لا كريم تعفن تاع لو فرماج ريجيم، ولا ما ديريش كاريمو، لانه علاه عندي هنايا البيض هو اللي راح يحكم لي كيما يقولوا، هو البيض هذا هو اللي راح يحكم لي لا كريم ديالي. فوالا اذا نجيب ريسيبيون ديروا حبه بحبه، بسم الله، بيضتين يكفوني، عفوا عفوا سمحوا لي كنت حنرمي البيض على القشور. اذا صعيب يعني كان من ذاك الانسان. فوالا اذا درنا الحليب لا كريم ليكيد زوج حبات تاعي تاع البيض، دوكا راح نضيف الملح فلفل كحل وشويه تاع الثوم، جي فقط هاد بالنسبه نفس التوابل راح ندير فوالا زنجبيل، قليل من الكركمه، وعندي هنايا فلفل كحل. هنا اللي عندها الاطفال محبتش تستعمل لي زيبيس تقدري ديري الملح وحده ولا ديري شويه ملح وفلفل كحل، لكن الاختيار سيداتي. فوالا وشويه تاع الثوم هنايا، انا نحب لا كريم بريز تاعي نبارفينيها بالثوم، هذه سي لا كريم بريز سالي اللي راح نرافقها مع الكغراتان ديالي. نعاود نرجعوا للحم تاعنا ونشوفوه، شوفوا اللحم تاعي راه يتحمس جيدا، نعطيلو يعني وقته هكذا باش نعرف انه طاب، ولا حتى اذا كانت فيه بكتيريا راح تموت. هنا نبدا نضيف لي زيبيس تاعي، نفس التوابل اللي وضعتهم، عندي فلفل كحل، نحتاج زنجبيل، نحتاج الكركم، عندي هنا شويه تاع زعتره، هنا لي تيج تاع زعتره نحتاج شويه فقط. فوالا هذا واش نحتاج، دوك نديرو الملح، يقعد لي الملح فقط هو، ها
هذا هو اللحم تاعي. شوفوا بعد ما طاب دوكا اللحم تاعي راح نضيف عليه البصل. نضيف البصل ونضيف الثوم. نخلي كلش يتحمس مع بعض. من هنا راني حضرت. شوفوا المرحله الاولى بدينا قلينا اللحم تاعنا، كما قلت لكم لازم نقضي على البكتيريا اللي فيه. زدت له لي زيبيس، خليته بالزبده. اللي تحبي تستعملي زيت المائده لك الاختيار، تحبي تستعملي كذلك ملعقه تاع زيت الزيتون معاهم كذلك لك الاختيار. بعد ذلك انا واش زدت؟ راني زدت البصل مع الثوم وراني نحمس. وجدنا لا كريم بريز اللي فيها كاس ونص تاع الحليب، نص كاس تاع لا كريم ليكيد اللي قلت لك تقدري ترومبلاسيها بان بو تاع لو فرماج ريجيم. الا ما عندكش تقدري تستغني عليها سيداتي، ضيفي لها زوج حبات تاع البيض، لانه عندي البيض سيتو ليزون، يعني البيض هو يحكم لي الحليب. زدت هنايا واش درت؟ نعاود كاس ونص حليب، نص كاس تاع لا كريم ليكيد تقدري تستغني عليها، زوج حبات بيض، درت الملح، كركما، درت زنجبيل، فلفل كحل. فوالا هادو بالنسبه لا كريم بريز تاعي. نروحو البسباس تاعنا نحط عليه هذا البسباس، راح نحط عليه معدنوس. كما قلت لكم هاد الوصفه تحب بزاف معدنوس. فوالا بهذا الشكل. شوفوا هامنيك المراحل تاعي، دي براسي برك هادوما، حط كلش هنا في الطرف. اذا نعاود نرجع للحم تاعي، تقريبا راهو طاب. هنا حتى البصل تاعي الى ما طابش جيدا راح يعني يكمل يطيب لي في الفرن. تحبي الكغاتا هذا ديريه في دي مول انديفيديوال، كيما تحبي ديريه في مول واحد. انا نشوف احسن انه نحطو في المول تاعي كاري. هاو المول تاعي فاش راح ندير. وهاد الكغاتا جد وسهل سيدات، تقدري ما توجدي كلش الصباح قبل ما تروحي، خاصه النساء العاملات توجدي هادو، ما تحطيهم تفيلميهم تحطيهم في فريجيدير. العشيه فقط تجي تحمسي هاد لا فيونداشي مع البصل وتمونتي الغراتان تاعك وترميها في الفرن. يعني ميم بالنسبه كيما قلت لكم قبيله، كاين بعض النساء تقول لك انا ابني ما يحبش ياكل البسباس وما عندي مشكل معاه، بهذه الطريقه ما راش راح يفيق له. شوف هذا بهذا الشكل. شوفوا توابل كما قلت لك سيداتي تقدري تستغني عليهم. اذا بالنسبه يعني المونتاج تاعك شح يكون، حنبدا بانكوش تاع البسباس، انكوش تاع المرقه، عفوا تاع لا فيوند تاعي، شويه فرماج، نزيد انكوش تاع البسباس ونكمل نختمها ولا نقسم نص بالنص. اذا نبدا المونتاج تاعنا، نجيب عفوا معليش نخدم بهدية احسن. اذا نبدا نخدم في الكغاتان تاعي وراح يعجبكم كامل، على بالي راح نجربو. هنا الكريمه الى شتو يعني قليل تقدروا دوبلي، خاصه الى درتي كونتيتي كبيره. فوالا بهذا الشكل. شوف فوالا نكتفي. الفرن تاعي وجدتو على 200 درجه لاني عندي كلش طايب، جست هنا نحب راني يعني حابه نكراتيني فقط
نحي لاتيج هادية. راح ندير كلش هنا هلا بهذا الشكل. اللي حبت كذلك ذوق الزيتون الاسود ده، انا من داك نديرو بالزيتون الاسود يجي روعه، يعني يجي الشكل تاعو جد رائع. هلا بهذا الشكل حندير كلش. شوفوا هنا ما احتاجتش الصوص لانه كما قلت لك عندي لا كريم بريز سالي هي اللي راح تشد لي الكغاتان ديالي. نكمل فوالا. راح ديسباتشي كامل هذا البسباس تاعي بالمعدنوس، راح يعجب لكم على بالي راح نكامل تجربوا. اذا بسم الله نبدا. هلا اذا كامل راح نحط لا كريم بريز تاعي بهذا الشكل من الفوق. تحبي ديري شويه منا انتي والذوق تاعكي سيدتي، لانه هذا يعطي لي لون جميل من فوق. فوالا نكتفي وراح نحط على بهذا الشكل الفرماج تاعي كامل من الفوق. عفوا هلا بهذا الشكل. شوفوا فقط هذا هو الشكل النهائي تاع الكغاتان تاعي اللي راح يعجبك سيدتي واكيد رايحه تجربيه. اذا نحطوه في الفوق على درجه حراره 200 درجه ونخليه يطيب مده نصف ساعه، يعني هذا هو الكغاتان تاعنا. نشوفوا مع بعض المقادير تاع الموس شوكولا بعد الفاصل نشوفوا الطريقه. اذا بالنسبه للمقادير عندي هنايا 400 غرام تاع شوكولا كاريدور مسبورتي، يعني راح نستعمل هذيك اللي فيها لي كونكاسي المكسرات باش نلقى لوغو تاع المكسرات في لاموس ديالي. عندي هنايا نص كاس تاع لا كريم ليكيد تيب 35، يعني فيها نسبه تاع لا ماتيير غراس 35% اللي تطلع لي بالباتور. هنا نحتاج زوج ملاعق كبار تاع السكر اللي حنطلع بهم البياض تاعي، ملعقه تاع الكاكاو لافاني، ونحتاج 3 حبات تاع البيض. اذا سيدتي ما تروحيش بعيد، قعدي معايا بعد الفاصل راح نشوفوا لا موس وشوكولا. أعزائي المشاهدين لحقنا نهاية برنامجنا. كما راكم تشوفوا أطباقنا هم واجدين، الطبق الأولي كان عبارة على كغاتان تاع البسباس، والطبق الثاني اللي كان عبارة على لاموس الشوكولا اللي كنتو طلبتوها مني. لكن أنا حنقطع لكم شوية هذاك البسباس باش تشوفوا يعني كيفاش جانا. شوفوا جينا جوغان فلون. فوالا هنا دائما شوفوا لي كغاتان لازم نخلوهم حوالي ربع ساعة باش نقطعوهم، لانه علاه باش يشربوا، لانه ما ملي غراتان لازم يشرب كامل. لي باش انا فقط نوري لكم فقط الشكل النهائي تاعو كيفاش رايح يجي. بسم الله فوالا شوفوا الشكل تاعو. فوالا هو مازال يزيد يشرب باش تقطعيه. فوالا بهذا الشكل.
فوالا لو غراتان تاعنا راه واجد. اما الوصفه رقم 2 اللي كانت عباره على لاموس وشوكولا اللي طلبتوها مني، ولاموس وشوكولا الكلاسيكيه هاي اللي يعني الشكل النهائي تاعها تاعها. نتمنى فقط انه الوصفات تاعنا اليوم يكونوا نالوا اعجابكم وكنت خفيفه عليكم كذلك. نعطيكم موعد ان شاء الله في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. سلام.